السلام عليكم والرحمة. أنا اليوم جدا سعيد لأن اليوم أتوقع أنها بتضاف للأيام المميزة، لأن اليوم بنكون إن شاء الله بضيافة الرمز الإسلامي، رمز كلمة الحق، المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد الخليلي. بنكون في ضيافته نحن والعدد وعدد كبير من الشيوخ والعلماء من السلطنة وكذلك خارج السلطنة. ما عليكم لأنكم تتابعونا وتشاركونا هذه اللحظات الفريدة المميزة. وصلنا الحين منزل الشيخ أحمد. Thank you.